استاذ انت ليش تحسست كثير من الموضوع؟ انت صحيح مديرنا بس يمكن الناس اللي بالمكتب ما بيعرفوا، بس انا اللي بعرف شو هي المشاعر اللي بينك وبين بورفي وعباره عن شو. شو قصتك ارجون؟ ليش هيك عملت؟ ومع بورفي ليش هيك؟ هي ليش ما عم بترد؟ وين هالبنت؟ شو وينك؟ احكي بسرعة وين كنتي كل هذا الوقت؟ آسفة بس راح علي الباص. استني عم قلك استني. شبك انت شلون بتتركيني عم بحكي معك وبتمشي هيك؟ برأيك هاي الطريقة فيها احترام؟ انت بتعرفي ان اليوم اجت مرت خالك وابوني ليورجونا هداك الفيديو تبعك؟ ستي صدقيني ما بعرف مين ورا هاي القصة، بس مين ما كان يكون متأكدي اني رح اعرفه. دعي لربك انك تقدري تعرفيه، بس شو الفايدة بعد اللي صار؟ أول شي انفسخة خطبتك وهلأ فضيحة جديدة على الموبايل. شو ستي؟ يعني برأيك أنتي أنا والسيد أرجون؟ تأكدي يا بورفي أنا ما بشك فيكي أبداً. لو كل العالم إجوا قالوا لي إنك غلطانة وإنك تصرفتي بطريقة مو منيحة ما رح صدق كلامهم، لأني بوثق فيكي وبطريقة تفكيرك وبتربيتي إلك. اسمعيني بنتي، شو ما صار معك وقد ما ظلمتك الدنيا أنا معك ورح ضل جنبك هيك ولآخر العمر، رح كون قوتك وسندك. بس يا جانو أمي أنا بعرف منيح إنه اللي بالفيديو هنن أرجون وبورفي، بس أنا كمان بعرف تماماً إنه هدول الاثنين مستحيل يعملوا شي سيء. هاي بنتي وأنا اللي ربيتها. بس كل شي مبين قدامك وشفتي بعينك. أمي سمعتي اللي قلته؟ بعرف إنه اللي بالفيديو هنن بورفي وأرجون مع بعض، بس أنا ما فيني اقتنع لو شو ما شفت بعيني. مستحيل مستحيل صدق إنه بنتي بتعمل هيك، ما فيني صدق. ما بتتذكري أمي نفس الشي صار مع فارجو بهداك الوقت؟ رحتي وشفتيها مع مديرة بالفندق وضربتيها قبل ما تسمعيها حتى، ما حاولتي تفهميها وتسمعي منها شو صار معها. فارشا انجرحت كتير بوقتها وتركت البيت بس كرمال هالقصة. تعرفي هي ما انقهرت لأنه انتي ضربتيها كف، هي كانت مقهورة لأنه أمها اللي ربتها طلعت ما بتوثق فيها. بس أنا ما فيني أعمل نفس الشي مع بنتي، أنا بوثق ببنتي أكتر من حالي وأنا بعرف شو ربيت. شو عم تحكي يا جانو؟ أنا ما غلطت بشي، كان كل شي قدامي واضح مثل عين الشمس. لما رحت وشفتها بهديك الحالة ما قدرت أضبط حالي وكان لازم أتصرف واضطريت أقسى عليها بس كرمال مصلحتها لو بالضرب. ليش أمي؟ ليش لتضربيها لأختي؟ معقولة أنتي ما عندك ثقة بتربايتك إلنا؟ أو لا، لا تكوني ما بتوثقي بأفكارك. الثقة هي أساس أي علاقة أمي، هي اللي بتربط الأولاد مع أهاليهم
ولهيك أنا بوثق ببنتي بورفي. سمعتيني، أنا بوثق فيها، بعرف إنه بورفي ما عم تغلط، وكمان أرجون مثلها. هو شاب كتير منيح وتربايته ممتازة. السيد ديكي وآشنا ربوه كتير منيح، لهيك مستحيل يعمل أي شي غلط. أمي بنتي بريئة، ما في داعي لكل هالرعب، ولا تضلي خايفة لأنه ما غلطت، ورح ترجع تروح على المكتب وعادي. لا أمي، أنا ما بدي روح على الشغل. ليش؟ مو على أساس أنت ما غلطتي؟ ليش ما بدك تروحي هلا؟ معقول؟ لحظة أمي، تركيها تقعد لحالها، أنا بعدين بحكي معها. مو قلتي إنك بتوثقي فيها؟ فيكي هلأ تسأليها وتفهمي منها إذا هي فعلاً ما غلطت، لكان من وين إجا الفيديو هداك؟ إذا رحت وسألت عنه بيكون ما عندي ثقة فيها. لا مدام، شو هاد؟ بعتذر، أنا ما فيني أخذ هدول المصاري منك أبداً. لا لا، ما بيصير هالشي، لازم تأخذهم بفضلك أنت، أنا صرت شوفيرة وهذا حقك. لا تكبرية، أنا ما ساويت غير شي بسيط، خلاص لهيك ما رح أخذهم أبداً. لا ما بيصير، رجاءً لازم تأخذ حقك. طيب طيب، في عندي حل أحسن، جيبي لي معك أكلة حلو مدللة وهيك بيكون وصلني حقي، منيح هيك؟ أهلين فيك، شو صار بالحفلة تبعنا؟ لا ما بقبل، لا شو هالحكي هاد؟ انت خبره ياخد دواء ويجي لعنا بأي طريقة، انا ما فيني خلي الحفلة تستنى اكتر من هيك، مو دائما بتصير عنا هيك حفلة، وانا اكيد ما بدي اخسرها، جيبه بأي طريقة، فهمت علي؟ شو هالعالم هاي؟ خير في شي؟ صاير شي مشكلة؟ لازم تبلش الحفلة يا أنسة، والشوفير المسؤول تبعنا مريض كتير. أوه. وما عندي حدا يطلع يجيب جماعة الفرقة ليوصلهم على الحفلة، بقى حليها إذا بتحليها. بس ما عم بفهم شو مشكلتك؟ أنا موجودة. أنتي؟ إيه؟ ما بتعرف إني شاطرة بالسواقة وما بينخاف مني، وفيك تعتمد علي، وببساطة فيك تبعتني بداله لحتى جيب فرقتكم. طيب جاوبني، شي مرة سمعت شكوى عن سواقتي؟ أكيد لا. إيه، كل الزباين مبسوطين منك وبيحبوا الشغل معك كمان. إيه؟ عم أحكي الحق. بتعرف شغلة، بصراحة أنا بتمنى أنه شوف هاي الفرقة كمان، تأكد أني رح وصلهم على هاي الحفلة على الوقت بسلامة وأمان. بوعدك الشوفير تبعك ما رح يجي، وهالحفلة بالذات كتير مهمة، ما بصير تروحها. معناتها خلص لكن، روحي خديهم. بتشكرك كتير، بتشكرك. بس بالأول خبرني من وين بدي جيبهم. أوجين. أوجين؟ بس ليش لهنيك؟ أوجين بعيدة كتير. تيجوا حبيبتي، بس انتي ما بتعرفي شي عن هديك المنطقة، بلكي صار معك شي. لا خالتي انتي لا تشغلي بالك، انا رح طالع كل المعلومات عن هالمنطقة. طيب ليش رايحة لهنيك؟ خالتي فهميني، هيك صار واضطريت اطلع بدل شوفير تاني لانه الشوفير مريض، وفي فرقة لازم نوصلها لانه عندهم حفلة، وحاليا ما كان في غيري انا. بعدين ليكي هي الفرقة بالذات انا بحبها، بس انا حاسة حالي متلبكة شوي. ليش متلبكة؟ مشان إذن ستي. مشان إذن ستك؟ لا تتوقعي إنه آخذ إذن من أمي مشانك، أصلاً أنا ما بدي إياكي تروحي لهنيك. أنت بنت لحالك، ما بصير تروحي على مكان ما بتعرفيه من قبل، تخيلي يصير معك شي قصة. خالتي ما في داعي تخافي علي، لأنه أنا بعرف دبر حالي منيح. تيجو فيكي تروحي لهنيك إذا حابة. بعرف إنك مصرة على الروحة، بس لازم تاخدي إذن من أبوكي بالأول، صح؟ بس خالتي. ليكي تيجو، طول ما أنو أبوكي هون أنا أكيد ما فيني أتصرف من عندي بهيك قصص بتخصه. شكراً كتير إنك ذكرتيني خالتي، مثل ما بدك رح أخذ إذنه هلأ. خالتي أنا ما بعرف شو عم بيصير معي، تعرفي شي؟
حاسه مخي ما عم يركز بشي وتصرفاتي غريبه. انت خطرتي على بالي اول شي. يعني فكرت اخذ اذنك قبل ما احكي مع اي حدا تاني. تيجي اعملي اللي قلت لك عليه وبس، اكيد ابوكي رح يفرح من هالتصرف. انت جربي وشوفي. اتفقنا؟ على عيني خالتي، رح اتصل فيه مثل ما اتفقنا. ماشي، انبسطي. اكيد. باي. بشوفك. انت ليش خليتيها تروح؟ شو بيطلع بايدي مازن؟ هذا شغلها هي، انا ما فيني امنعها تروح. طيب اكيد هي هي رايح. رد علي مازن. مازن من بعد اذنك حاول ما تضايقها. الو. الو بابا. بابا طمني كيفك؟ احكي لي شو اخبارك اليوم، شو عملت؟ انا منيح بنتي، بس انت ليش متوتره؟ بابا انت كيف عرفت اني متوتره؟ انا ابوكي، حتى اذا تغير صوتك رح حس فيه ورح اعرف شو وضعك. ايه بابا مزبوط. بصراحه يعني انا بابا لازم اطلع على اوجين بكره، في مسافرين لازم وديهم. يعني أنا هلأ بدي إذنك. كم يوم الطلعة؟ بس يوم. ماشي روح، بس انتبهي على حالك. بابا قصدك سمحت لي؟ إيه. شكرا 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 بابا. هلأ فورا رح أحكي مع المدير وخبره أني صرت جاهزة سافر. ناطرة إذنكم أنتوا اثنين. إذننا اثنيناتنا؟ انت وخالتي ما فيني بلا ما اخبركن. تعرف انه انا ما عندي التزامات من هذا النوع مع حدا غيرك انت وخالتي، بس هي احيانا كثير بتضغط علي. وين ما بروح وين ما بجي لازم اخبرها، ويا ويلي اذا بنسى. تعرف شغله بابا، انا بحبها لخالتي كثير، بحب حنيتها، بحب خوف علي واهتمامها بحياتي. عن جد انا كثير بنبسط بهالشغلات. ماشي طيب تيجو، أنا هلأ رح سكر. أنت انتبهي على حالك كتير منيح. إيه؟ وكل شوي اتصلي فيني وطمنيني عنك. يلا. حاضر بابا. شوف. مع السلامة. ليش صار معي كل هالشي؟ شو هالورطة اللي وقعت فيها؟ ماني قدراني حتى أحكي لأمي عن كل اللي صار، ولا قدراني روح على المكتب كمل شغل وأتصرف طبيعي. رجاء بورفي ردي علي، حكيني ولو بس مرة. आंसुओने नजर में जगह बनाई जिंदगी. بعرف شو قصدك من كل شي صار. عم تدور على شي طريقة لحتى تطلعني من الشركة قبل ما تخلص فترة ال 15 يوم، صح؟ بس خليني اقول لك شغلة، انا ما رح اطلع بسهولة مثل ما انت متوقع. زندگی کا حصہ بنی
तन्हाई पूरी हो के भी पूरी ना हो सकी दुआ तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहां मेरा खुदा हुआ तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहां मेरा खुदा हुआ तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ मुझसे खफा करीब से गुजर गया क्यों मुझे को तन्हा बस इंते इंते शो आप तामिल करीब से गुजर गया क्यों मुझे को तन्हा कर गया खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया بظن انه كلكم بتعرفوا ليش طلبتكم بسبب هذاك الفيديو اللي انبعت للكل كلكم كنتوا ضدي وانسبوني انت ليش واقفة هون فيكي تروحي لانك من العيلة استاذ انا اجيت لهون لحتى اقلك انه نحن منوثق فيك كتير ونحن متأكدين لو شو ما كان جوات هالفيديو أكيد ما صار شي بيناتكن أنت وبورفي أنا وبورفي بقينا بنفس الغرفة وأنا الوحيدة اللي بعرف أنه قضيتوا كل الليل عم تشتغلوا وزملائي ما بيعرفوا أي شي عن هي القصة لهيك أستاذ أنا آسفة بس ما في سبب ليخليك تشك فيهم الحق معك بوني كان كل همي أعرف من ورا هاي القصة مو أكتر من هيك حكيك مزبوط وكمان ما في أي سبب يخليني شك فيهم أنا بس مشوش يلا فيكن تروح بعتذر شفت؟ كل هذا صاير بين الأستاذ والأنسة بورفي؟ معقول ما حدا حاسس فيهم أبداً؟ غريب صح أنا شفت بعيني بس ما فيني صدق أبداً شو هاد؟ ولا شي أستاذ فرجيني يا هو هاتو مين عمل هيك؟ مين عمل هيك؟ أستاذ نحن ما منعرف مين عمل هيك الرسالة وصلتنا من مبارح على الموبايل وكانت من رقم مو معروف أبداً مبارح وصلتك الرسالة؟ طيب وليش لساتها على موبايلك؟ ليش ما أنت مسحتها دغري؟ أستاذ الأستاذ مازن عم يعيط برا الظاهر انه صار عرفان بقصة الفيديو
عمي صدقني. أرجون لا تخاف، أنا بعرف إنه هذا الفيديو كله كذب. واضح إنه في حدا عمل هالعملة الوسخة لحتى يشوه سمعتك. ابني، أنا بعرف ترباية بورفي منيح، وهي البنت تربايتها لجانا. أنا بوثق كتير بتربايتها، مستحيل تتصرف بهالطريقة البشعة. وإنت مستحيل إنك تغلط هيك غلطة كبيرة وتشوه لنا سمعتنا. أنا بوثق فيك، أنت طول بالك بس. شكراً لك. يلا أرجون، السيارة جاهزة. أرجون؟ نعم. إيه، صاير شي؟ لا، ما في شي. مو مصدقك، أنت مخبي عني شي. ما فيني سافر على كندا وماني مطمن عليك، لهيك احكي شو صاير معك. انت بتشتاق لامي شي؟ ايه بشتاق لها، وانا اشتقت لها. اليوم كنت محتاجة جنبي كتير. شو اللي ذكرك فيها بهالوقت؟ احكي لي. أنا أبوك. ما فيني أحكي لك، أنا ما بعرف شو بنية، لأنه أنا... شوف أرجون، وأنت بالحالة ما رح تلاقي حل. فيك تنسى مشاكلك كلياتها، بس ما فيك تحلها. وإذا كان بدك رأيي، شو ما كان صاير معك، تأكد إنه الحل بإيدك أنت، وما حدا بيساعدك إذا ما ساعدت حالك. مرحبا أوفي، ألف مبروك. عم تبارك لي؟ على شو؟ رح يجيكي تعيينين جدد، هاي الماركة عالمية. أيوة. فرصة ما بتتعوض. ما رح أقدر. شو؟ شو جنيتي؟ لا عن جد عم بحكي، مو بقيان لحفلة الخطبة غير كم يوم، وأنا عندي كتير التزامات، وما بظن أنه رح يضل عندي وقت فاضي. تعرف لازم أنزل على السوق وبدي وزع كروت الحفلة. معقول؟ ما عم صدق هالشي. شو؟ معقولة؟ أنت لساتك عم تحكي مثل كل البنات اللي عنا بالهند. فهمي علي، أنت بنت كندية وإلك مستقبل كتير ناجح هون. إيه أنا بعرف، بس التصميم هو هوايتي الوحيدة، وهذا حلمي أنا، وماني ناطرة مردود مادي. وعلى الحالتين ما في شيء أهم من عيلتي ومن أرجون، هاي قناعتي. طيب لكان شوفي لي هاي الصورة. حلو، يا سلام، مالي عم صدق هنن حاطين صورتي على الغلاف وطالعة حلوة كتير هالصورة. أنا من زمان بعت لهم أكتر من وحدة لإلي، فظيعة الصورة بتجنن. تماماً، من زمان عم حاول اشرح لك أهمية هالشي. أوفي أوفي، انت ما بتعرفي قيمتك. لازم تعرفي انه بعالم الأزياء في طلب كتير على الزي الهندي. كل الغرب بدهم وش هندي هون لتسويق منتجاتهم، وانت مناسبة لهالشي هذا. بوعدك رح تكوني بنت مشهورة كتير أوفي، بس بدي منك شوية وقت، كلهم كم أسبوع وبوعدك نخلص شغلنا وبعدين عملي حفلة الخطبة. بالمناسبة وينو خطيبك؟ كأنه مو مهتم بشغلك.
ايه اساسا ارجون ما بتهمه ولا اي بنت. شو قصدي من الحكي؟ انه هو ما بتهمه ولا بنت غيري بكل العالم. لكن قليلي وين هي مشكلتك؟ ولا شيء. تعرف الحق معك، مزبوط رح اقبل هذا العرض. صح. وينك يا أمي؟ وين رحتي؟ أنا مشتاق لك، أنا محتاج لك كتير. ماما ما حدا وقف جنبي، أنا لحالي كل الوقت وعم بتعذب. أنت ليش مانك هون؟ أنا كل الوقت معك حبيبي أرجون، حتى لو الأم بعيدة تأكد أنه قادرة تسمع صوت ولادها وتضل واقفة جنبهم. طيب ليش هيك عم يصير يا أمي؟ ومشان شو كل هاد؟ أنا بحياتي ما أذيت حدا، ليش صارت كل هالبلاوي هاي؟ حتى أني وافقت على زواجي من أوفي بس كرمال تكون هي فرحانة. كل شي بعمله كرمال غيري، وأنا شو مشاني؟ وكل اللي صار اليوم مشانة لبورفي يا أمي كان بشع كتير. يعني ما كان لازم يصير هيك أمي، يعني أنا ما عم استوعب ليش هيك صار معي، ما عم أفهم ليش تصرفت بهالطريقة. أمي جاوبيني، هي ليش حكي كتير عم يأثر فيني؟ حتى لما أشوفها متضايقة والدموع بعيونها عم انقهر كتير وما عم بفهم ليش، حتى ما عندي جواب. إيه هي مجرد موظفة شغيلة عندي مو هيك؟ هي بنت عادية، إنه لازم ما تأثر فيني لهالدرجة. أمي ليش هيك عم يصير معي؟ أنت بتفهم كل اللي حواليك يا أرجون، بس هلأ مانك قدران تفهم مشاعرها؟ كل شيء له سبب، وحتى اللي صار معك إلا ما تلاقي سببه جوات قلبك. ما قدرت أمي، ما عم أقدر أمي، يعني أنا تعبت كتير من المشاكل اللي عم تصير حوالي وصرت عم خاف من حالي. يا ابني هي بس مرة، جرب إنك تروح وتوقف قدام المراية بس مرة وشوف كيف أنت رح تلاقي أرجون جديد. والأهم إنك تفكر مين هو الشخص يلي غيرك. هذا الشخص مغير حياتك كلها، انت اللي كنت دائما شخص ناجح بكل شي عم تستلمه. لاقي الشخص يلي سواك حدا تاني احلى. بالحياة في ناس بيأثروا فينا يا ابني، وفي منهم بيعطونا حياة تاني احسن من قبل. شخص واحد اللي بيقدر يحولنا هيك، ويمكن هالتحول ما ياخد وقت كتير. كل إنسان بيمر بهيك ظروف ابني، وبس القوي هو اللي بيتحمله. واللي لازم تعرفه إنه هو شخص واحد بس بحياتك. سأل قلبك ابني ورح يدلك على الجواب يا أرجون. ما بدي أسمع الجواب هلأ، بس اللي بيهمني إنك تسأل قلبك من جوا، لأنه ما في أكبر من قلبك بكل هاي الدنيا يا ابني. كل الناس اللي حواليك اليوم بيحاولوا أنهم يضيعوك، أما قلبك أنت مستحيل يضيعك مثلهم وما يكون صادق معك. بس غمض عيونك هلأ وحاول أنك تشوف شيء ما كنت قبل عم تقدر تشوفه. شو هو؟ حاول انك تعرف شو هذا الشيء ابني. ماما؟ انت علقان بالحب أرجون، انت بتحبها كتير، والحب هاد فوراً بيّن عليك. كل ما كنت عم تخبي هالشي جواتك
صدقني رح تتعب بحياتك، لهيك روح واجه الحقيقة. الحب شي أكبر وأحلى منه، لأنه نعمة من عند الله. دير بالك عليها كتير منيح، وحافظ عليها ابني وارضى فيها، وواجه الحقيقة يا أرجل. أهلين، شو هالمفاجأة هاي؟ تعرف؟ بستغرب لما بدق أنت من دون ما أنا كنت أقتلك. أوفي، أوفي، أنا لازم قلك شي، شي بخصوص علاقتنا. شو صاير أرجون؟ شو في؟ أوفي، بظن أنه ما لازم نخطب هلأ، لأنه أنا إذا هيك بسيطة كتير. مع أنك خوفتني، بس بصراحة أنا كان بدي أحكي معك عن موضوع الخطبة بس ما كنت فاضي. يعني أنت كل وقتك معبى بالشغل وما أجت فرصة، ويمكن ما يكون عندك وقت بالمستقبل. يعني بالحقيقة أنا اضطريت اليوم مدت كل مواعيد عروض الأزياء تبعي بس لشي أسبوعين ثلاثة، أما هلأ لأنك اتصلت وعم تقول. أوفي، ما فهمتي شو قلت لك. أوفي، أنا عم أحكي هلأ بكل جدية. بس يلا أوفي. ها؟ أوفي، أوفي، أنا بحب بنت تانية غيرك. أنت كتير طالعة حلوة. شكراً كتير. يلا قومي. أرجون، برجع بحكيك. إيه؟ بعرف أنك متضايق كتير، بس أنا متضايقة أكتر مشان الخطبة. بس هلأ أنا مضطرة سكر، ماشي؟ أوفي، لا تسكري، استني شوي. خلاص، بحكيك بعد شوي. بحبك أوفي. أمي؟ بورفي، شو بك؟ عم دقلك من الصبح، طلالي تليفونك مسكر. حكيت مع أمي وقالت لي إنك اليوم من الصبح ما أنك طالعة برات الغرفة، ليش هيك؟ إيه مزبوط، بصراحة أنا كنت قافلي موبايلي وهلأ لشغلته. لشو؟ ليش هيك بورفي؟ لشو لحتى تطفي موبايلك وما تطلعي برات الغرفة أبداً؟ اسمعي بنتي، شو ما قالت لك ستك هو لأنه هي بتخاف عليكي. والله ستك بتحبك كتير. حاولي تفهميها ولا تحطي بقلبك شي تجاهها. اسمعي بورفي، إذا ضليتي قاعدة بالبيت وما عاد رحتي على المكتب، وقت الناس رح تبلش تحكي عليكي ويصدقوا اللي شافوا. أو أنت معك حق أمي. لا تخافي علي أبداً، أنا رح حل هاي المشكلة، ماشي؟ يلا بورفي، ما بدك تتعشي؟ أمي، ستي عم تناديلي مشان روح آكل. نحكي بس خلص، ماشي؟ لسه لهلأ ما أكلتي؟ بورفي تأخر الوقت كتير. من لما اجيت سكنت هون وانتي مانك عم تعتني بحالك، بترجاكي انتبهي على حالك رجاءا. رح اعتني بحالي، منيح؟ انا بدي سكر، ماشي؟ بشوفك. امي، يا ريت فيني اقلك اني ما بطلت، رح روح على المكتب بس من شان الفيديو، وانه في شي تاني غيره. ألو بورفي، لا تسكري الخط إذا بتريدي، بس اسمعيني هالمرة بدي لك شي كتير مهم. بورفي رجاءً لا تسكري، اسمعيني بس. بورفي، بورفي، بس اسمعيني شو بدي اقول لك. ما بدي اسمع شيء من حكيك. ايه انت ما بتهمني. بورفي، انت فهمتيني غلط، هداك اليوم انا ما كنت بقصد شيء، بترجاكي بس اعطيني فرصه واحده حتى اشرح لك. ما في شيء صح لافهمه غلط، ما بدي احكي معك ولا بدي اشوفك، خلص روح من هون. لازم تسمعيني بس مره واحده. لحظه بس بورفي، مين على الباب؟ بترجاك روح من هون، بترجاك روح، خلص امشي، ما فيني ضل واقفه. خلص يلا على الباب بورفي.
انت شو عم تعمل عنا؟ ليش جاي لهون؟ آسف ستي، أنا أجيت لحاكيكي بشغلة بس. فوت لجوا، بكفينا فضايح لهلأ. أنا ما بدي يصير شي قصة تانية قدام العالم. شوف أرجو، أنت مدير جانو بورفي بالشغل، أنت ابنه للسيد ديكي والمدام آشنا، لهيك أنا عم بحكي معك بكل احترام. بعد المصيبة اللي صارت معنا لا تزعل من حكي، بس لازم تسمعه منيح. بورفي بنت عادية ومن عائلة محترمة وبسيطة، وبعيلتنا احترام البنت إلو قيمة، لأنه سمعتها أهم من أي شيء تاني بالدنيا. وحتى لو كانت هاي البنت مو غلطانة وبريئة، بس المجتمع ما بيغفر لها أبدا. ستي أنا فهمان شو قصدك، بس الفيديو اللي انتشر والحكي كله كان كذب. بعرف وأنا ماني مصدقة هذا الشيء، بس ما فيني دق أبواب العالم وأقنعهم بهذا الحكي. ما عندي القدرة إني شيل هاي الأفكار من راسهم وأقنعهم. وفوق كل هاد أنت أجيت لهون نص الليل، اللي شو بدي أقول للناس اللي شافوك فايت لعنا؟ ليش رجل أعمال كبير جاي لعند الموظفة تبعه بهالوقت وعلى بيتها؟ فيك تقلي؟ بتمنى منك تفهم شوي إنه الناس اللي مثلنا بيفكروا بهاي الطريقة يا أرجو. إيه ستي صحيح، ما كان لازم أجي لهون وبهيك وقت متأخر. أنا بعتذر منكم. جانا، أنا عارفان إنه علاقتنا خلص وصلت للمرحلة يلي ما بيضل فيها أي نوع من المشاعر ولا حتى أي مشاركة، بس أنا اليوم حاسس باللي جواتك. كل شي صار مع بورفي وأرجون. مع زين؟ أنت كمان عرفان بقصة بورفي؟ إيه اليوم عرفت، بس يلي أنا بعرفه كمان إنه هي ما لها أي ذنب اللي صار. أنا صار لي متعرف على بورفي شهر ونص ويمكن أكتر، متأكد إنه هي ما بتعمل هيك. كمان أنا عندي ثقة كبيرة بتربايتك لإلها. القصة أكبر من هيك، لأنه هي لازم يكون عندها القدرة أنه تتحمل الضغط بلا ما تغلط. غالباً الأشخاص يلي بيغلطوا بيهربوا دغري، وكمان الناس البريئة بيواجهوا العقاب دائماً، بس الثقة هي يلي بتساعدنا. والثقة الكبيرة تبعك بالنسبة لبورفي أنا كمان عندي إياها نفسها مع أرجون. أرجون مستحيل. معك، كلامك صحيح، وأنا حاسة كمان أنه مستحيل أرجون يعمل هيك. هو ابن الأستاذ ديكي وآشنا، وأنا بوثق بتربايتهم إله، ومستحيل يغلط هالغلطة.
لأنه هالشي ثمنه غالي كتير. أنا واثقة منه، بس متضايقة على وضعها هلأ. من كام يوم هي فسخت خطبتها، وهلأ طلعت هاي القصة هيك فجأة ودمرتها. ما بعرف مين اللي عم يعمل فينا هيك، ومشان شو سوا فينا هيك، ما عم بفهم أبدا. جانا أنت لا تخافي بالأخير إلا ما نعرفه مين، وأنت لا تشغلي بالك. هلأ قومي، ما بدك تنامي بقى، تأخر الوقت، ارتاحي لك شوي. تصبح على خير مازن. وانت بخير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.